هل في زمن الأخوان أو كما تحب أن نسميه زمن التيارات الإسلامية ستفتح الجبهات مجدداً مع إسرائيل بما في ذلك الجبهة المصرية الإسرائيلية كي نحول القدس إلى عاصمة الولايات العربية المتحدة؟ ليس شرطاً أبداً أن تحرر فلسطين أو تعود الولايات المتحدة العربية، ليس شرطاً أن تكون بالسلاح وبالحرب. كيف لك؟ نحن كمسلمين لسنا دعاة حرب، إنما نحن دعاة سلام. نحن نريد أن نأخذ حقنا. كيف لك أن تأخذ حقاً من دولة كإسرائيل إلا بالحرب؟ أنا لم أقل أنني سأخذ حقي بالسلام، أنا أقول أن هذا هو الخيار الأول لي. الخيار الأول للمسلمين هو السلام، فإن لم يكن السلام فليس مانع من الحرب، أهلا بالحرب. فكيف لمسلم من يعني من دعاة السلام أن يفتي إذا التقيت بإسرائيلي في الشارع فاقتله؟ إذا كان هذا الصهيوني يقاتلني ويحتل بلدي ويحتل وطني ويقتل بني وطني وبني ديني وبني إنسانيتي، فالعين بالعين والسن بالسن والمثل بالمثل والبادي أظلم. طب ما أين دعاة السلام ولسنا دعاة الحرب؟ نحن قدمنا يد السلام وقدمنا السلام ورفض السلام، ماذا تفعل؟ أين قدمت السلام؟ كل هذه السنين مصر لم تقدم السلام؟ كل هذه السنين مصر لم... أنت مع كام ديفيد أو ضد كام ديفيد؟ أنا ضد كام ديفيد. فإذا أنت ضد السلام؟ لا إطلاقاً، هذه معادلة خاطئة تماماً. من أتى بالسلام؟ أليس كاتفاق كام ديفيد أتى بالسلام؟ هذه معادلة خاطئة. يا ريت أستاذي بس بتجاوبني على سؤالي، أليس اتفاق كام ديفيد هو من أتى بالسلام إلى مصر؟ لا إطلاق. من أتى بالسلام؟ حرب 6 أكتوبر هي التي أتت بالسلام. لو لم تكن حرب 6 أكتوبر وانتصار المصريين في 6 أكتوبر ما جاء السلام. لماذا لم يأتي السلام قبل حرب 6 أكتوبر؟ كيف جاء السلام؟ جاء السلام بانتصار المصريين عبر في حرب 6 أكتوبر. عبر جاء السلام عبر 6 أكتوبر، وبعبور القناة عبرنا إلى السلام، ولو بقينا لم نعبر القناة ما عبرنا إلى السلام. من أدبيات الإخوان التي لا يستطيع أن يتخلوا عنها الخلافة الإسلامية وسيادة العالم. نعم سنكون في يوم من الأيام سادة للعالم.